بنرحب بفنانه كندا علوش معانا موجوده اخبار. اهلا وسهلا. عايزك بقى تكلمينا النهارده اكيد عشان عايزك بقى تكلمينا النهارده عن دور فيلم مؤقت. دوري هو دور كريستين. هي ام اسره كانت عايشه في بيئه مستوى اجتماعي كويس تحت ضغط ظرف معين بيضطروا ان هم ينزلوا من المستوى ده فبيحصل لهم زي صدمه حضاريه. اللي هو الفيلم بيتكلم عن ولد ازاي بيتعرض للاضطهاد بسبب عنصريه بسبب ان هو مختلف عن البيئه اللي هو بيروح فيها. فالام معاه بتحاول ان هي تشيل معاه المسؤوليه وفي نفس الوقت هي بتتعرض زيه لنفس الصدمه الحضاريه دي. ده اول تعامل بينك وبين المخرج عمرو السلامه. كلمني عن التعامل. سعيده قوي بالتعامل ده. انا اصلا بحترم مشروع عمرو. عمرو مخرج عنده مشروع عنده فكر معين وعايز يوصله في افلامه وانا بحترم الموضوع ده وكنت سعيده ان احنا تعاوننا مع بعض في الفيلم. الفيلم خد تصوير قد ايه وكان ظروفه سهله في التصوير ولا لا؟ ما كانش ظروفه سهله قوي علشان بسبب مشاكل انتاجيه وكده فقعدنا تقريبا سنه. ما كانش يعني بس ما كانش الموضوع بسرعه بس ان شاء الله يكون ده في الاخر طلع فن كويس اتمنى. يعني ايه الجديد اللي حاطين بيه في رمضان؟ مسلسل عاده تنازلي ان شاء الله مع عمرو يوسف وطارق لطفي انتاج شركه شادوز احمد حلمي اخراج ياسر من الباوي وتاليف تامر ابراهيم. وفي سينما ولا لسه دلوقتي؟ مش لا لسه مش موجود. ميرسي منور. تسلمي لي. شكرا.